لينا دلوقتي هاتفيا زميلنا الشريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي عشان يطمننا على تدريبات الفريق المقامة حاليا على استاد مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف. بخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وسنة سعيدة عليك وعلى كل الأهلاوية وكل المسلمين بإذن الله، ويكون عام جديد عام سعيد، وبإذن الله يكون الانتشارات كلها في عام 2019 النادي الأهلي. يا رب إن شاء الله كل سنة وأنت طيب. وطبعا عايز أطمن منك على الفريق النهاردة وعلى التدريبات الجماعية. إحنا عارفين إن الفريق اتجمع الساعة 3 والمفروض إن التمرين كان يبتدي الساعة 4 يمكن من ساعة أو أكتر شوية. تمام، بالفعل يمكن شيماء التمرين مستمر أمامي، يمكن مستر لاشارتي بيعمل دلوقتي تقسيمه كبيره يمكن اشبه من المباراه، وكان بيعطي تعليمات صارمه لوسط الملعب زكان السوليه او هشام محمد، راجل اتكلم معاهم فتره كبيره جدا، وكان بيديهم تعليمات باين ان هو بيحب الطبع الهجومي، باين بيحب ان الكره تخرج من السردباكات او من المباراه بشكل سليم لقدام مش لورا. خليني اقول لك ان فعلا التمرين بدا في الرابعه عصرا، كان في اجتماع مع اللاعبين يعني مع الجهاز الفني، فشرح حفيظ بيتكلم فيه ولاسيرتي بيتكلم فيه مع لاعبين حوالي 5 دقائق، يمكن يتكلموا عن التركيز فقط في مباراه الدوري والثلاث نقاط والظهور بدا يشرف النادي الاهلي. يمكن كان في اجتماع المدير الفني مع ازارو، واجتماع ايضا مع المدير الفني مع محمد يوسف لفتره طويله جدا، وبعد كده رسالتي اجتماع مع وليد سليمان، يمكن برضه في ارض الملعب كلها اجتماعات سريعه، ولكن من الهدف منها تحديد اللاعبين التركيز في المرحله المقبله. يمكن كان في تدريبات بدنيه النهارده قويه جدا في التمرين، وبعد كده كان في ثلاث تقسيم الفرق لثلاث مجموعات من لمسه واحده والضغط على القسم، وفي نهايه التمرين في تقسيمه كبيره بيجريها المدير الفني لاستعراض تشكيل المباراه، ويمكن هتكون يمكن مفاجاه باذن الله، هيكون في وقت جديد مفاجاه جديده في تشكيل المباراه يوم الجمعه المقبل، نتمنى باذن الله تكون تنتهي فوز النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله. على الجانب الاخر تمرين الحراس اكرامي الشناوي لطفي شهير مصطفى شهير، تمرين على اعلى مستوى، يمكن الاربع حراس بيعملوا جاهزيتهم طبعا، يمكن العرب هيكون شريف اكرامي، التأهيل مستمر رامي ربيعه سمير صلاح محسن، يمكن الثلاثه بيتأهلوا بشكل ممتاز، ويمكن خلاص رامي ربيعه بيقترب جدا من الرجوع مره اخرى، يمكن محمد نجيب ايضا بيقترب من الرجوع، سعد سمير وصلاح محسن لسه بنتكلم حوالي اسبوعين. زي ما قلت لك التمرين مستمر امامي، يمكن تقسيمه شغاله، ورشيرته كل شويه شايفه امامي الان بيوقف التقسيمه وبيعطي تعليمات بصح اخطاء. راجل بيحب طبع الكره الهجوميه، راجل دلوقتي الامامي بيشدد على ان الكره تخرج بشكل سليم، محدش يلعب الطويله، يبقى في تحضير من تحت، ويبقى في استلام وتسلم جيد للكره، وبناء الهجمه يكون من الخلف، ما يكونش بشكل طولي اشبه الكره القديمه شويه. اتفضل شيماء. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد دلوقتي في تدريب النادي الاهلي المسائي اللي ابتدى الساعه